أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت 3 ركعات وترا، هل أصليها بسلام واحد أو بسلامين؟ الأفضل أن يصليها بسلامين، صلي ركعتين للشفع ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر، ثم يجلس بعدها ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، هذا هو الأفضل. وإن سردها بسلام واحد من غير أن يجلس بينها فهذا جائز أيضا، لكن لا يشبهها بصلاة المغرب بأن يجلس بعد الركعتين الأوليين للتشهد الأول ثم يقوم، هذا منهي عنه، لا يشبهها بصلاة المغرب، وإنما يسردها بسلام واحد. نعم.